وللحديث أكثر عن عمليات التهريب في منافذ العراق الحدودية وأثرها على الاقتصاد العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد لبيد. يعني بحسب لجنة الزراعة والمياه النيابية نفسها، فإن مخططا خبيثا يستهدف المنتج الزراعي العراقي ويرمي إلى الإضرار بالمنتج المحلي. بماذا تفسر الحرائق التي تطال الحصادات الموسمية والتي تضرب بالتالي المنتجات الاستراتيجية كالحنطة والشعير كل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحرائق تتكرر منذ عدة سنوات، تتكرر وفي كل عام يتم إحراق ما معدله هو 100,000 دونم من المحاصيل الزراعية، وهذه تؤدي إلى خسائر تضر بشكل مباشر بالمزارعين والفلاحين الذين يعتمدون في دخلهم المعيشي على بشكل رئيسي على المحاصيل الزراعية. ولم يقتصر الأمر بالحقيقة على المحاصيل الزراعية كالحبوب والحنطة والشعير، وإنما نتذكر بأن عملية تسميم الأسماك العراق حقق تقدما بالحقيقة. الأهالي قاموا بزراعة الأسماك يعني وحققوا تقدما على هذا الصعيد، لكن تتم عملية تسميم أحواض الأسماك بين فترة وأخرى، بحيث نفقت ملايين الأطنان من الأسماك في أحد الأعوام قبل نحو عامين كما نتذكر، والأمر أيضا يتكرر. هذه العملية عملية تجري بفعل فاعل، وهي مقصودة، وهي تجري ضمن مخطط استراتيجي بالحقيقة يدر بالفائدة إلى إيران بشكل محدد، ويؤدي إلى ضرر فادح بالاقتصاد العراقي وبالمزارعين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه المحاصيل. يعني هذه العمليات هل هي تأتي في إطار الرد على قرارات منع الاستيراد خاصة لهذه المنتجات التي يتم حرقها، أم أن الأمور يعني تذهب إلى أكثر من ذلك؟ العملية مرتبطة يعني بشكل أساسي بأدوات الإيرانية. يعني إذا أردنا أن نتكلم بشكل أوضح، إيران تعاني من مشكلة كساد هذه المحاصيل سواء كانت محاصيل زراعية أو محاصيل حيوانية كالدجاج والبيض والأسماك. وإيران كما نعلم تعاني من عقوبات تجارية، يعني بسبب هذه العقوبات لا تجد سوقا، لا تجد دولة تستورد منها هذه المنتجات، وبالإضافة إلى رداءة نوعية هذه المنتجات الإيرانية. لذلك فإيران بحاجة إلى أن تسرب هذه المواد إلى العراق، يعني والعراق هو منفذها الوحيد تقريبا لكي تصدر بضاعتها إلى العراق، ولديها الأدوات التي تكفل وتسهل ذلك. فهذه الأدوات تقوم بدورين، الدور الأول هو إتلاف المحاصيل الزراعية والحيوانية العراقية المحلية التي ينتجها العراقيون، وبنفس الوقت تتحكم بالمنافذ الحدودية. يعني المنافذ الحدودية لا توجد سيطرة قوية للحكومة على المنافذ الحكومية على المنافذ الحدودية. ليش؟ لأن حتى القوات الأمنية وقوات حرس الحدود الموجودة على المنافذ الحدودية متداخلة مع الميليشيات، والميليشيات كما نعلم هي مرتبطة. نعم، ولكن رغم ذلك كان هناك تعهد من مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة في العراق يعني السيطرة على هذه المنافذ. نعم، هو يعني تعهد بذلك وتعهد بأكثر من ذلك. يعني تعهدات مصطفى الكاظمي لا تعد ولا تحصى. يعني نحن منذ أن تولى رئاسة الوزراء إلى حد الآن يعني نسمع منه كثيرا من التعهدات، يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. يعني على سبيل المثال، يعني موضوع أنه الحد من نفوذ الميليشيات، يعني أنا يعني نتذكر وحصر السلاح بيد الدولة، يعني قبل يومين تفاجأنا بالتقرير صادر من معهد كابليك الأمريكي للأبحاث يقول بأن في العام الماضي فقط يعني ظهرت 26 ميليشيا جديدة. يعني الميليشيات تتكاثر، والكاظمي يتكلم عن السيطرة على المنافذ الحدودية. نعم،
نعم. نعم سيد لبيد، لكي يعني نبقى في صلب الموضوع، ما يجري على الزراعة يجري أيضا على الصناعة. منذ عام 2003 وحتى اليوم أغلقت مئات المصانع أبوابها لعدم القدرة على المنافسة. لماذا لا تضع الدولة خطط دعم لهذه المصانع كما يحدث في، يعني إن لم تكن كل دول العالم، في معظم دول العالم؟ نعم نعم أستاذي الكريم، اللبنة الأولى لبناء صناعة صحيحة هو أن توفر مستوى مرموق من الأمن للمستثمرين. المستثمر لا يغامر برأس، أصحاب رؤوس الأموال لا يغامرون برؤوس أموالهم في بلد لا يعرفون عدد الميليشيات فيه، يعني عدد الميليشيات في حالة تكاثر كما ذكرنا أنا وإحنا قبل قليل، وهذه الميليشيات تتحكم يعني بالشارع. يعني عندما يرى المستثمر صاحب رأس المال يرى الميليشيات تنتهك شوارع العاصمة وتتحكم بها وتهدد رئيس الوزراء نفسه بقطع أذانه وأن تدوس على رأسه، عندما يرى الميليشيات بهذا المستوى من التحكم في الشارع وفي المجتمع وفي البلد، كيف يغامر برأس ماله ويبني صناعة؟ الحكومة إذا كانت جادة في بناء الصناعة وتشجيع رؤوس المستثمرين على بناء الصناعة والاستثمار في داخل العراق، عليها قبل كل شيء أن توفر الأمن لهم. يعني مو يبني مصنع وبعدين، يعني حدث عدة مرات أنه كثير من المستثمرين بدأوا بالتخطيط لبناء مصانع وبنوا مصانع بالفعل، لكن الميليشيات بدأت تبتزهم وتأخذ أوتوات منهم، ثم بدأت عرقلة حصولهم على المواد الخام والمواد الأولية التي يحتاجونها في الإنتاج. كيف تنجح الصناعة في ظل هذه الفوضى، يعني هذه الفوضى وعسكرة الشارع وتسيد العصابات على كل مفاصل الدولة؟ لا يمكن. نعم، إذن عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، كنت ضيفا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.